سنة الدرس 72 من نافذة الرياضيات، وهنحدد مع بعض كم حجمنا من الأيام في هذا الترم على لوحة التقويم الرياضيات، وهنادي استراتيجية عصر أسماء على البنوتة مثلا جنى أحمد. جنى أحمد تعالي، يلا يا جنى، قولي لي يا جنى. طيب النهاردة يوم اسمه يوم الايه؟ اليوم الاربعاء اللي هو موافق كم في الشهر؟ 27. ممتازه، تعرفي تعملي دايره على الرقم 27 في لوحه التقويم هنا؟ اه. يلا على مهلك. ممتازه ممتازه، سقفه كبيره لاختكم. وبرده في استراتيجيه عصر اسماء، اتفضلي خشي يا جنى. هنادوا على ندى. ندى تعالي، ندى على مالك، اوعي تقعد على مالك بنتي. تعالى يا ندى، بصي يا ندى، احنا حضرنا لحد امبارح كام يوم؟ لحد امبارح في المدرسة 16. 16 يوم. النهاردة يبقى اليوم الكامل حضرناه 14 يوم. طب برضو على لوحة تقويم الرياضيات اطلعي كده معايا بالراحة، امسكي القلم، حددي لي على اليوم ال 17 فوق دايرة. ايوه 17، فين ال 17؟ يلا اعملي دايرة عليها. كلنا نسقف لندى سقفة كبيرة. شكرا بنتي ندى. دلوقتي هنشتغلوا نشاط تاني، وهو نشاط الأحاد والعشرات. جنى انتبهي معايا، مع التلميذة هنجيبوها هنا برضه معانا. اللهم صل على النبي، طلعوا مين؟ مين على دول؟ مريم المناخلي. تعالى يا مريم، تعالى يا مريم، اتفضلي. تعالى يا مريم، عايزك تكتبي لي رقم اسمه 98. يلا كلنا نسقف لمريم يا ولاد. ممتازة يا مريم. التمانية دي كانت ايه يا مريم؟ اكتبي 8. ممتازة. طيب الرقم اللي جنبه اسمه ايه؟ التسعة دي فين؟ بكام؟ ولما هي 90 يبقى انا عندي خانة للأحاد وخانة للعشرات. نحط ميم هنا عشان هو في خانة الايه؟ ونحط التسعة في خانة الايه؟ ممتازة. يبقى لا كبري 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 بنتي كبري. لا أنا عايز تسعة حلوة. ليه ما أعرفش إزاي؟ اكتبي رقم تسعة. ممتازة ممتازة، سقفة كبيرة لأختكم صلعة. شكرا. ممتازة. طيب نجيب كمان 10 أسماء ونعملوا نشاط تاني، ونقولوا زميلتنا مريم زكريا. تعالي يا مريم. مريم زكريا، تعالي يا مريم. بص يا مريم، عايزك تكتبي لي رقم اسمه 23. رقم اسمه ايه؟ 23. تعرفي تكتبه لي على بعضه؟ اتفضلي يا مريم. كبري خطك بس عشان اصحابك كلهم يشوفوه. برافو. طيب مين اللي في الاحاد؟ تعرفي تحطيه في خط الاحاد؟ مريم جميلة تكتب خط حلو كبير كل شهر. طب مين اللي في العشرات هنا؟ والاتنين في العشرات بكام يا مريم؟ حط يا مريم ال 20. طب لما وضحي لي الصفر شوية، وضحيه قوي. طيب ولما نحطهم ثلاثة في الأحاد بكام؟ الثلاثة في الأحاد بكام؟ حطي الثلاثة. ممتازة ممتازة. طيب الاتنين في العشرات، الاتنين في العشرات بكام؟ حطها هنا كام؟ طب لما نجمع يا مريم 3 زائد 20 بكام؟ طب ولما نجمع 20 زائد 3 دي كام؟ ليه؟ ليه؟ ما هو 20 زودنا عليهم 3، حطوا ال 20 في دماغنا ونطلع 3 على صوابعنا. بعد ال 20، بعد ال 20 21. سقفة كبيرة لمريم، وشكرا على حسن سماعكم.